السجاد هو أبو سليمان محمد بن طلحة بن عبيد الله، تابعي وأحد رواة الحديث النبوي الشريف، والملقب بالسجاد لاجتهاده في العبادة. وأبوه هو الصحابي طلحة بن عبيد الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من سماه محمدا وكناه بكنيته أبي سليمان. وقد قتل محمد بن طلحة يوم الجمل سنة 36 للهجرة. حياكم الله. هم الرجال الكرام المقتدى بهم بنحو أعمالهم قد أسرعت همم. وقفة جديدة وحلقة جديدة مع صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفتنا اليوم مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم السجاد. هذا الرجل يوم ولد حمله أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه النبي فضمه وحنكه وبركه ودعا له، ثم سماه محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكناه أيضا بكنيته أبي القاسم. هذا الشاب حمل ريق النبي صلى الله عليه وسلم في جوفه، وحمل اسم النبي وكنيته. يبدو أن ريق النبي فعل فعلته في هذا الشاب، انعكس همة عالية في العبادة والصلاة والصيام وقيام الليل، حتى سمي ناسك قريش، سمي السجاد لكثرة سجوده وطول سجوده وحسن صلاته وكثرة صيامه. تمضي الأيام، يوم تأتي معركة الجمل يكون السجاد فيها شاباً. يبدو له أن الأمر فيه فتنة، أن الأمر مختلط، أن الأمر غير واضح، ولذلك يقرر عدم خوض هذه المعركة. لكن ضغطاً من والده طلحة ابن عبيد الله دعاه أن يلتحق بجيش عائشة رضي الله عنها. الذكي لما التحق بالجيش ذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها مستشيراً: ما ترين يا أمة؟ ماذا أفعل؟ أنا أرى الأمر فيه إشكال كبير، أنا أرى الأمر غير متضح لي، ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ لا أريد أن أعق والدي. قالت له السيدة عائشة نصيحة الأم الرؤوم، قالت له: يا ولدي، كن خير ولدي آدم، كن الولد المقتول ولا تكن الولد القاتل. نزع السجاد درعه ووضعه بجانب جمل السيدة عائشة وجلس عليه، وأخذ بخطام جملها وجلس. كلما جاءه رجل من الطرف الآخر من جهة سيدنا علي وأراد أن يقتله، احتمى بآيات الله تعالى قائلاً: أنشدك الله، أنشدك حاميم. ثم يولي عنه ذلك الرجل إلى أن جاء أحدهم وقتله. ارتقى السجاد إلى ربه شهيداً حميداً كافاً عن دماء المسلمين، باراً بوالده. بعد أن كشفت المعركة عن 13,000 قتيل، جاء سيدنا علي يتفقد القتلى، ومعه ابنه الحسن وصاحبه عمار ابن ياسر. الحسن رأى شاباً مكباً على وجهه، أراد أن يعرف من هو، قلبه ورأى وجهه، إنه السجاد. قال الحسن: إنا لله وإنا إليه راجعون. نظر إليه علي: ما لك يا ولدي؟ من هذا؟ قال: إنه محمد بن طلحة ابن عبيد الله السجاد، ناسك قريش. جلس سيدنا علي من فوره مكتئبا، ثم قال: أبوه قتله. وكان سيدنا علي قبل ذلك حذر جيشه من أن يمسوا محمدا ابن طلحة بسوء، وقال لهم إن أباه أجبره على الخروج، إنه خرج مكرها، لكن يبدو أن انفعال المقاتلين أودى بحياة هذا الشاب الصالح. تأسف سيدنا علي وشهد لي السجاد شهادة خير، قال: ما علمته إلا صالحا قواما صواما وصالا للرحم، لكن بره بأبيه أرداه هذا المكان. انتقل السجاد إلى ربه شهيدا حميدا يرضي السيدة عائشة أمه ومن كان في حزبها، ويرضي سيدنا علي صاحب رسول الله
وختنه وابن عمه ومن كان معه ويرضي والده. وهكذا لكل طاعة أيها الكرام أثر في حياة المؤمن، في وجهه، في علاقاته، في ماله، كما قال سيدنا ابن عباس: إن للطاعة نورا في الوجه وبركة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، وإن للمعصية شينا في الوجه وانحسارا في الرزق ونفرة في قلوب العباد. رأس مال هذا الشاب كان أمرين اثنين: أولهما حسن الصلة بجناب الله سبحانه وتعالى، حسن العلاقة به مع إكثار العبادة له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر الثاني صلة طيبة له مع جميع من كان حوله، رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. أمثال ذا خريج معهد أحمد، أكرم بمن رباه ذاك المعهد. دمتم برعاية الله. الأحباب كان سيرة العمان زان، منه أخبار تعافي حين يروي.